وهذه طبعا قسناها سجل قيمتها 0.9 كيلو اوم. طالب 1 10 1 12 عندنا هذا مسجل عليه قيمته 10 هنريز وحدة الاندكتور بالهنري، وعندنا الثاني 8.8 هنري مسجل عليها من تحت، سجل 10 وسجل 8.8 هنري. اوكي كابيتال اتش عشان الثانية هرتز تبع الفريكونسي لا تلخبط. طيب بعد كده الان ايش يقول لك؟ استخدم الدي ام ام، حط الفولت على 3 فولت 1 كيلو هرتز بالدي ام ام. راح نشغل الجهاز. شانل ايه عندنا محطوط فوق على شانل ايه، الويف ساين ويف، الفريكونسي محطوطة على 1000. لو نبغى نغير راح نضغط من هنا فريكونسي، نكتب اللي نبغاه، نبغاه 2 كيلو نضغط 2 وزر الاوكي هنا بالكيلو، هذه 2 كيلو او نحط 1 كيلو من هنا. نبغى نغير الامبليتيود، نغير الامبليتيود من هنا طالبها ار ام اس، لانه قال لك بالدي ام دي ام ام تضغط على ار ام اس وبعد كده تكتب القيمة اللي تبغاها 3 ار ام اس. اوكي طلعت لنا هذه القيمة. الان نتأكد بالدي ام ام نقيس انه 3 ار ام اس، حط على الفولت اي سي ونقيس القيمة كم طلعت لي 2.9 فولت. اوكي 2.9 فولت اللي هي 3 فولت ار ام اس. طيب نبدأ تشبيك الدائرة. عندي هذه الدائرة الآن سيريز، ناخذ أي واحدة من الاندكتور. طيب هذا اندكتور وهذا ريزيستنس، رتبناهم زي ما الرسمة تقول. الاندكتور مشبوك على المقاومة. بعد كده عندنا اسلاك الموجب، طبعا اي سي ما في موجب وسالب، ولكن هنا نحدد لك الطرف الاحمر رايح على الاندكتور والطرف الاسود الجراوند، عامل لك علامه الجراوند رايحه على الريزيستور. طيب عملنا الان التشبيك تبعنا، طالب منك فولتج اكروس ار الفولت على المقاومه، حتقيس عادي على طرفين المقاومه من هنا ومن هنا، طلع لك كم الناتج؟ معلش لحظة في شيء غلط في الكتاب هنا. تجربة الاندكتور الفريكونسي لازم يكون جدا منخفض ولا حياخذ كل الكهرباء من الاندكتور. ففي الكتاب كاتب لك حطها على 1000 1 كيلو هرتز هنا، وتحت في الرسمة حاطط لك هي 75 هرتز، احنا نحتاج 75 هرتز. لو كان الفريكونسي مرة عالي حياخذ الاندكتور الكهرباء كلها من الريزستور. طيب نعدل الفريكونسي. نحطها 75 هرتز. اوكي هذا عندي 75 هرتز. نقيس الدينم ما تحتاج. طيب نقيس الان الفولت. طيب طلعت 0.34 فولت الفولت اكروس ار. بعدها طالب الكرنت بالقانون بالآلة الحاسبة في ار على ار، في ار على ار، الار كم قيمتها؟ 1000 او 1 كيلو اوم، فنفس القيمه على 1 حتطلع ايش؟ على 1 كيلو حتطلع نفسها بالملي. سجل 0.03 ملي امبير، هذا الكرنت اللي في الدائره، ونقدر نقيسه بفصل اي سلك ونقيس بالدي ام ام. طيب بعد كده طالب فولتج اكروس الاندكتور، هذا الاندكتور الفولت اللي عليه كم طلع؟ 2.8 فولت. بعدها طالب ايش؟ اندكتيف رياكتنس الاكس ال، ايش كان القانون تبعه؟ قانون اوم، في ال على اي، كم الفي ال؟ 2.8 على اي اللي هي 0.34 ملي امبير، 0.34 ملي امبير. 8.23 ايش الوحدة؟ كيلو اوم، تحت عندي ملي يطلع فوق بالكيلو. طيب ممتاز. اخر شيء طالب ال ال، قيمة ال ال اللي هي عبارة عن اكس ال على 2 باي اف. الاكس ال عندي بال 8.23 كيلو اوم،
على 2 باي في الفريكونسي كم؟ 4.75 75 الفريكونسي 75 ها في احد ثاني بيحسب؟ دي برضه؟ لا ما يحتاج 2.75 يا ولدي XL على 2 by F XL قيمتها 8.2 كيلو اللي هي XB 3 أو في 10 أس 3 على 2 by فين الباي 8.23 كيلو XB 3 على 2 shift by في 75 7 5 اوكي هتطلع لي 17.4 اوكي هتطلع لي 17.4 والوحده ايش وحده الاندكتور فرد هنري اوكي سجل هنري طيب هو عندي هنا ب 10.9 واحنا طلعناها 17 تقريبا قريب طبعا الاندكتور قديم والاسلاك بتسيح مع التشبيكات الخطا النحاس اللي جوه قلنا هو عباره عن نحاسه ملفوفه على حديد فبتسيح فبتطلع قيم ما هي دقيقه مره احنا كل فتره بنقيسه ونسجل كم القيمه حقته خلصنا الان الاندكتور الان نروح على السيريز بارلل في الاندكتور نفس الشيء نتاكد كم طالب 3 فولت 75 هرتز نعيد تشبيك الدائرة اندكتور ان سيريز نحتاج 2 اندكتورز مع بعض الان عندي الموجب داخل على الاندكتور الاول والسالب داخل على المقاوم او الجراوند طيب نبدا اول شيء توتال اندكتنس كيف نحسب الاندكتور في السيريز؟ جمعهم زيها زي المقاومة في السيريز فعندي الأول قلنا قيمته 10 والثاني قيمته 8 أو هذا 11 خلينا نقول عشان إنه 10.9 زائد 8 19 سجل 19 هنري فولتج أكروس آر الفولت على المقاومة شغل لو سمحت طفي وشغل مرة ثانية واحدة اوكي 0.2 فولت طيب بعد كده طالب الكرنت اللي هو الفي ار ال 0.2 هذه على ار الار اللي هي ب 1 كيلو نفس القيمه حتطلع بالملي امبير فولتج اكروس ال حناخذها من الاول للاخير كم القيمه 2.8 فولت الاندكتيف رياكتنس ايش القانون في ال على اي ممتاز سجل 2.8 على 0.2 ملي على 0.2 14 هتطلع 14 ايش كيلو اوم اوكي طيب بعد كده الان بنطلع قيمه ال ال ايش راح نعمل نعمل كسر اكس ال على 2 باي اف الاف عندي ب 75 0.02 لا صح ممتاز 0.02 سجلها طيب المفروض تطلع القيمة نفس هذه حسابات كلها صحيحة ما ادري ايش فيه شيء غلط بس القيمة كانت حقت الفولت على الريزيستنس كانت جدا منخفضة اوكي طيب شوف اللي بعدها ان بارلل 14 ما هي 14 اوكي اديني شوية 14 كيلو 14 غلط فين الغلط في الحسابات 2.8 اوكي طلعت 29 اوكي كده منطقة اكثر طلعت 29
اوكي 29 ايش هندرتز. طبعا صعب جدا انك تجيب نفس القيم لانه بيعمل المجال المغناطيسي زي ما قلت لكم, وقيمة الملف اللي هنا غير الملف. ممكن هنا احنا حاسبين انه 8 هو قيمته اصلا 12 ولا 14 واصلة, ولكن اهم شيء يكون في شيء. في جهاز قيس الدكتور؟ في جهاز بس استخدامه شوية صعب, ما ابغى اضيفه عليكم. طيب نجي للاندكتور ان بارالل, حنفصل الدائرة مرة ثانية, حنشبك التو اندكتور ان بارالل. هذول كده الاندكتور الان ان بارالل, وبعد كده المقاومة معاهم سواء فوق او تحت حسب الرسمة, ما يفرق لانه نفس النقطة. وبعد كده الموجب داخل على الاندكتور والسالب على اخر المقاومة. الاندكتور مو هنا, الاندكتور الناحية الثانية. الاسبوع الماضي زملائكم غلطوا وحطوها هنا. طيب نفس الشيء 75 هرتز متأكد, وهنا 3 فولت كل شيء تمام. ساين ويف لسه ممتاز. طيب نفس الشيء توتال اندكتنس حاصل ضربهم على حاصل جمعهم اوكي, تطلع لنا 4.8 هنريز. فولتج اكروس ار, الفولت على المقاومة 0.76 فولت. كرنت اللي هي الفي ار على الار اللي هو نفس القيمة بالملي امبير, لانه الار عندي بالكيلو. بكم بالكيلو. بالكيلو ممكن في الاختبار اجيب لك اياه بواحد كيلو, ممكن في الاختبار تجيك 2 كيلو لازم تقسمها. طيب بعد كده عندنا الفولتج اكروس الاندكتور, نفس الشيء قلنا اما ناخذ النقطتين هذه او واحده من فوق واحده من تحت ما راح تفرق. طلعت 2.66 نفس الشيء, لو اخذتها من هنا تطلع نفسها 2.66 ما راح تفرق. باقي عندنا بعد كده الاندكتيف رياكتنس اللي هو عبارة عن ايش؟ ال V L على I. يساوي 3.4 كيلو اوم. 3.4 ايوه كيلو اوم. طيب واخيرا عندنا نبي نحسب قيمة ال L اللي هي عبارة عن تفتح كسر XL على 2 by F. ال 3.4 تضربه في 10 أس 3 3.4 تضربه في 10 أس 3 وتخليها 3400 براحة. 7.21 هنريز. اوكي هنا طلعت 4 هنا طلعت 7, قريبين معقول من بعض لانه قلت لكم ما احنا عارفين القيم الحقيقيه للاندكتورز اللي عندنا. افترضنا احنا مع بعض انه هذه 10 وهذه 8. طيب خلصنا تجربه الاندكتور كلها, ما اخذنا نص